بيكم في حلقة جديدة من عمال إيديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة جدا، هنعمل مع بعض النهاردة فطيرة حلوة قوي بالسجق، وهنعمل البوبس اللذيذة جدا بالزبادي. تعالوا نشوف أول وصفة معانا، وهي فطيرة السجق هتكون إيه مقاديرها وهنعملها إزاي. أول حاجة هتكون البوف بيستري. شوفوا العجينة فردناها في صينية الفرن بطريقة لذيذة جدا. عندي السجق، عندي البصل، الكاري، الملح، الفلفل، الزيت، بصل أحمر جوليان، الثوم الصحيح، وعندنا الكاتشب، المستردة، صويا صوص، والبقدونس، ملح وفلفل، وصلصة المانجا دي هنقدمها في الآخر. أول حاجة هعملها أن أنا عايزة أجيب كده بولة أهي، يلا بولة، وهبدأ أن أنا أحط أو أعمل الصوص بتاعي. خليط لذيذ جدا، المستردة مع الكاري مع الصويا صوص، معلقتين كبار من الصويا صوص، والكاتشب، وبنقلبهم مع بعض كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. وهجيب انا بقى، يلا بينا، وهجيب هنا عندي الزيت، عندي كمان، يلا اول حاجة هعملها هحط كده رشة الزيت على العجينة بتاعتي بالطريقة دي، وهقوم جايبة المقادير بتاعتي وحطاها. بصوا عايزة اعمل ايه، طبعا فطيرة السجق من الحاجات الحلوة جدا اللي ولادنا يحبوها، ولو عندي عزومة كمان تتقدم فيها شيك جميلة جدا، وفي نفس الوقت برضو طعم بيكون روعة اهو كده. كده واحدة، وبعدين هجيب البصل وهبدأ أحطه كده زي ما احنا شايفين. الثوم هيتقطع، الثوم لما بيتحط وبيتشوي بقى في النار، مش عايزة أقول لكم برضو الجمال بيبقى طعمه قد إيه جميل، بيدي نكهات مختلفة جدا أهو. شايفين الطريقة اللذيذة كده بالطريقة دي. وبعدين هجيب بقى هنا عندي الخليط بتاعي، وهبدأ ان انا اهو زي ما احنا شايفين الصوص بتاعي بقى ايه، بحطه بغلف بيه السجق كده. بالطريقة دي وهندخله الفرن ياخد السوا. قبل ما نطلع الفاصل تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. عملت معاكم الصوص بطريقة لذيذة جدا 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 مع المستردة والكاتشب والكاري والصويا صوص، سهل جدا وسريع بس طعمه بيكون حلو قوي قوي قوي. وهنا قطعت الثوم ترانشات مع البصل برضو اتقطع، وحطينا عجينة الباف بيستري معاها سنة من الزيت، وندخلها الفرن، ونرجع لكم كمان مع وصفة حلوة جدا الولاد بيستمتعوا بيها بالذات في الجو الحر اللي احنا فيه ده. يلا بينا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف فطيرة السجق، بصوا بدأت تطلع ازاي والسوى يبان، بصوا الجمال. بس هسيبها لسه شوية كمان، هي بتنفش والسجق كده بيبقى فيها، يا السلام على الحلاوة. دلوقتي هنعمل مع بعض حاجة تانية حلوة جدا، وعايزة اقول لكم بنتي طول النهار بتعملها، فقلت انتوا كمان لازم تعملوها لان هي فعلا حلوة قوي قوي قوي. هجيب الزبادي المشروب او المحلى او اللي هو بالفواكه، وهنعمله سهل قوي. هجيب الحاجات اللي انا اقدر احطها للعصيان واعملها زي المصاصات المتلجة كأنها بالظبط بالظبط آيس كريم اهو. بصوا مجرد ان انا بحطها زي ما احنا شايفين كده، اهو تعالوا بس افتحهم. وبقى بالانواع، يعني هنا في بالمانجا، في بالخوخ، بالفراولة، كذا نوع. وايه واحنا نحطه، انا ليلى عندي بقت مجرمة فيه، تعمله طول النهار وتشبط لي اختها، بس انا بكون مبسوطة علشان يعني ايه حاجة انا عارفة مصدرها، واهم حاجة اعمل كده عشان ما يكونش فيه هنا البابلز دي تروح. ايوه كده، ونمسح كده. بصوا بقى الجمال، وبعدين بنتلجهم، يعني هي بتعملهم الصبح بتاكلهم بالليل اهو. وبندخل كده اهو، نيجي بقى على المانجا، بتطلع حلوة جدا، طعمها جميل، وسناك حلو قوي قوي للولاد، للي يحب بقى ينظم لهم كده الاكلات بتاعتهم، سناك جميلة جدا. مش بس كده، كمان انا ساعات كتير قوي ببقى عايزة اعمل لهم الحاجات البيتي الفريش اللي انا ببقى مطمنة لها وضمناها، بس الرمرمة دايما يعني بتحكم علينا ان هم عايزين ياكلوا طول ما هم قاعدين، حاجات ساقعة، جو حر. ده من الحاجات الحلوة قوي قوي اللي احنا ممكن نعملها لهم، بجد بتكون حلوة، وبتتقدم كمان بطريقة كده تروبيكال لذيذة قوي، علشان الايه احنا دلوقتي بقى موسم الفواكه والحر، دايما بيحب عامة الفواكه الكتير. تمام، وهكذا. انا حبيت اوريكم الطريقة، وبعدين هندخلها في الفريزر لحد ما تلاقوها اتجمدت اهو. تعالوا نشوف بس برضو الفطيرة اهو. بصوا بقى الفطيرة عندي بقت جميلة جدا جدا، بصوا جمالها بقى. الله 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 على الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا بقى الجمال. الله، وهنقدمها مع كده، هقدمها مع صلصة المانجا اهو، لان انا مديها الكاري مشطشط شوية، فنقدمها مع صلصة المانجا، بتبقى حلوة جدا جدا جدا. يلا هكمل هنا معاكو، هحط بقى اخر حاجة الفراولة، مشروب الزبادي بالفراولة او الزبادي لو عندنا. السهولة مفيش بعدها، بس الولاد هيحبوها جدا، وكمان هي تكون صحية اكتر من ما نجيب حاجة اهو كده كده. بصوا بقى الجمال، سهلة جدا، وهقوم مدخلاها في الفريزر، بتطلع لي كده بصوا بقى، بتطلع كده. وبعدين بجيب مية دافية شوية بحطها كده فيها علشان اقدر ان انا اطلعها منها اهو، بصوا كده. بس المية الدافية دي بتخليني اقدر افكها، شوفوا يلا بينا كده. تمام، كله جاهز معايا هنا، خلصنا نشيل، نجيب طبق التقديم
كده. بصوا بقى الجمال. آيس كريم بيتي جميل جدا جدا جدا، واحنا نخليه كمان شكله يكون مغري ليهم اكتر، ونحط معاه الفواكه اللي بيحبوها علشان نقدر ان احنا نخليهم ياكلوا كمان الفواكه معاه، فنكون استفدنا كده. وزي ما اتفقنا ان التقديمات بتفرق جدا جدا، فكل ما طبقنا كان لونه حلو شكله جميل، ساعتها هتلاقوا ولادكم حبوا الأكل الحلو المفيد أكتر. فدايما خلوا أكل ولادكم يكون ملون ومنور وحلو. عملنا مع بعض النهاردة وصفات حلوة جدا لذيذة قوي قوي قوي. أول وصفة كانت فطيرة السجق، عملناها بطريقة جميلة جدا وسهلة، ومعاها المربى أو صوص المانجا بطريقة حلوة قوي. وبعد كده عملنا مع بعض الزبادي بوبس متلج وحلو قوي قوي للوقت اللي احنا فيه ده. اتمنى يكونوا وصفات سهله سريعه، جربوهم دايما، ابعتوا لي على صفحه البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي صفر على انستغرام، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا.